تنزيلات انواع الكلاسات الكبار سنين ونص تنزيلات انواع الكلاسات الكبار سنين ونص تنزيلات انواع الكلاسات الكبار سنين ونص تنزيلات انواع الكلاسات بالنسبة مدينة بغداد وبالأخص هي بغداد الجديدة، مركز بغداد الجديدة هن منطقتين ببغداد، شعب وبغداد الجديدة. أول شيء امتياز بغداد الجديدة والشعب من ضمن العمل، يعني كل المناطق تجي البغداد الجديدة، لأن بغداد الجديدة واسعة وكبيرة وكل كبيرة وأسواقها عديدة، يعني مو سوق واحد واثنين وثلاثة، والشعب نفس الشيء. فشوف العالم تجي البغداد الجديدة، كثافة السكان اللي موجودة ببغداد الجديدة، والدولة المفروض تراعي هذا الموقف، حتى مثل النظافة، مثل الأسعار، تعديلات الأسواق ترممها بعد أكثر، لأن بغداد الجديدة زخم كلش عليها هواية. فأرجو من الدولة أن تقف بهاي المناطق بغداد الجديدة والشعب، وكل المناطق هي بغداد، كلها بغداد الحبيبة. بس بالنسبة لبغداد الجديدة، بغداد الجديدة تعتبر من أرقى مناطق العراق، يعني كل المحافظات تجي لبغداد الجديدة والشعب، هاي منطقتين، لأن الشعب كبيرة وبغداد الجديدة كلها كبيرة، الأمين ما أمين النواب كل المناطق، يعني صور حتى يعني من الدورة يجون البغداد الجديدة، نزع فرانية يجون البغداد الجديدة يسوي تسوق مالهم. فبغداد الجديدة منطقة كلش حلوة واسمها يا بغداد الجديدة،
اسم يعني قلب بغداد مثل ما تقول، والناس تجي لبغداد جديده لان سمعت بغداد جديده حلوه، وكانت اكثريتها ناس مسيح تسكنها بعد ما ترحلوا المسيح، ومنطقه يعني هادئه مسالمه بغداد جديده، تختلف عن بعض المناطق، يعني بعض المناطق تشوف اكو مشاكل، تشوف اكو اضطرابات بيها، مثل بغداد جديده ما بيها كل مشاكل، يعني حتى لو تحدث مشاكل بس قليله، فشوف الناس تلجأ لبغداد جديده، لان بغداد جديده شويه امان بيها، ناس متفهمه، ناس مسالمه، بيها ناس قدماء مثل المسيح، غير المسيح، المسلمين، البغادة القدماء، فشوفهم ناس يعني متحاببين بعض مع بعض. فبغداد جديده قديمه يعني مثل ما تقول يا بغداد جديده. تنزيلات انواع المكياج 500 وبين كل عدسات، تنزيلات انواع المكياج 500 وبين كل سوق بغداد جديدة سوق رئيسي عليه مناطق هواية وكل شيء متوفر به، ماكو شيء بس يعني قلت لك أصحاب الدخل المحدود مين يجيب مناطق، أنا أقول لك عبيدي، الكمالية، النهروان، المشتل، جسر ديالة، الشهداء، الغدير، حتى شارع فلسطين كلها تتوافد على هذا السوق، كم سارة، دورة، كثرة السلع البي العالم تجي عليه، يعني سما ما شاء الله تشوف المحلات متروسة، يعني مواد غذائية، ملابس، بالة، يعني هو عندك شغلات. Thank you.
الله يرحم مالتي تقول هذا قبل مو يسمون بقى جريده يسمون البنزيخانه ذاك الزمان، وهذا قبل كان شطيط من انا يعني بذاك الوقت. فمرور الزمن صارت بيه نقل مال مواصلات، كان قبل هذا ناقرات، ناقرات عندك النعيريه، كان هذا كله سكراب، كان قبل تسوق الناس من باقي المناطق مو بس يعني منطقه الكراده، عندك المنصور، عندك جسر دياله، عندك مناطق كلها لبتها وين على البنزيخانه، يسموها البنزيخانه قبل اياي. يعني احكي لك تقريبا نقول بالخمسينات او بالستينات، يعني موقع موقع يعني قديم، ويعني شو اسمه القبل والشرائع كان خير من الله، مو مثل هسه. هسه الظروف تعبانه، هسه تعال هسه تهاب بقى جريده، تعال شوف الاوساخ اللي يمك ليغات، شوف البلد ما تنظف، شوف الاماكن تعبانه، شوف الطريق، شوف يعني هواي شغلات تعبانه مو مثل قبل، تغيرت. هسه احنا صار لنا 18 سنه، شنو تغير بينا؟ ماكو شيء تغير بينا. شنو تغير بينا؟ اقول لك احنا كنا نحو الاحسن لو نحو الأسوأ، غير نحو الاحسن. وين نحو الاحسن؟ وين شوارعك؟ وين تبليطك؟ وين مستشفياتك؟ وين اطبائك؟ وين لو بس احنا نحكيها غير امام الله. بس قبل عن قبل تفرق هوايه بين عمي، قبل واحد يسال على واحد على الجيران، قبل واحد يخلي بيته امانه، قبل واحد مثلا يعوف بيته فلان. هسه ما هسه جارك ما تقبي. Thank you.
مناسبة. على طول الاخبار استنى وين الشيخ؟ على الواتساب. انت سوق بغداد جديده من الاسواق القديمه ببغداد، وتقريبا هو اكبر سوق ببغداد يعني من بعد سوق الشورجه. يتكون من كل اللي يحتاجه البيت، تحتاجه العائله، كل شيء موجود في سوق بغداد. هذا سوق خاص هسه احنا، سوق الستائر، سوق خاص للستائر، ملابس اطفال رجالي نسائي، مستلزمات البيت كلها موجوده فيه. وسوق معتمد يعني من كافة مناطق بغداد تجينا، حتى محافظات تجينا. القديم بهم معروف جامع السامرائي، اللي هو هذا هسه بظهرنا جامع السامرائي، معروف سوق الستائر جامع السامرائي. سينما البيضاء اللي كانت بركن، طبعا هسه لغت السينما، من ذن الأثريات القويات يعني. وعمارة الكبيسي من العمارة المناطق المشاهد المشهورة بسوق بغداد هي عمارة الكبيسي. هسه بدت الامور تاخذ نحو المولات، هذا المول هسه اللي بصفنا، مول مول بغداد جديده جاي تنبني مولات على الشارع العام. بغداد كله جاي يصير مولات. والله هو هسه حاليا يعني كحركه سوق ضعيفه مو قويه، بس قل لي متوفر اقول لك من الابره للصار كل شيء موجود يعني، سوق وكل شيء بي ايش تحتاج بي، وكله مخصص. هذا سوق هيش هذا هيش، حتى من الماركات للتنزيلات اللي يريد السوق موجود، الغالي موجود والرخيص موجود، السوق كل شيء متوفر به. السوق بغداد جديدة قديم، من أقدم الأسواق، كانت تجي كل المناطق، الكرادة، الزعفرانية، المنصور، كلها قاعد كانت تجي تسوق من بغداد الجديدة، لأن بغداد هي السوق كل شيء متوفر به، وأسعاره كلها جيدة جدا، متوفر أي شيء به. من المواد الغذائيه، من الملابس، من المعجنات، كل شيء موجود ومتوفر، اسعار رخيصه يختلف عن باقي المحلات، الحاجه يعني تحمل شيء قليل. كل شيء متوفر عندنا ببغداد جديده، سوق جبار حمزه من اقدم السوق هنا عندنا ببغداد جديده. هاي المثقفات تقريبا يعني من وراء 2003، والعالم تجي مركز تجاري صار ببغداد جديده، يعني هو اقرب شيء البغداد، الموقع ماله بغداد الجديده، يعني اللي يجي من جسر دياله بغداد الجديده، يجي من الكراده ينزل، يجي من العبيدي، كله يجي وين سوق بغداد الجديده، لان يعني كل شيء متوفر به. هذا سوقنا مال غذائيه قريب، سوق المخضر صفق قريب، سوق السمك قريب، المحلات مال الملابس قريبه، فكل شيء متوفر به، واسعاره مناسبه وزينه يعني جيده جدا. Thank you.
بالنسبة لسوق بغداد الجديدة هو سوق قديم، والمناطق المجاورة له كثافة سكانية قوية بيها، يعني موجودة كثافة سكانية مشت النعيرية، يعني بلديات كل هاي على بغداد الجديدة، وتجي من غير مكاناتهم تجي ناس، يعني من المدينة من غير مكان تجي، فيعتبر سوق بغداد الجديدة سوق مركزي، وبنفس الوقت يعني بيه أسعار مناسبة. البنزين خانة قبل يسمونها البنزين خانة، ماكو بغداد جديدة هسه ستال لوك صارت شال البنزين خانة سموها بغداد جديدة، متوسط هذا متوسط من البلديات من الكمالية من العبيدي من النواب متوسط، أيوة كلها علي كانت كلها على بغداد جديدة، وبي سوق حلو كل شيء بيه، يعني من الإبرة لما صاعد متوفر بيه كل شيء بغداد جديدة، مو مثل باقي الأسواق تروح أسواق تلقى فد شيء كم حاجة، بس بغداد جديدة كل شيء بيه كل شيء تريد أكو. صار له هواية عمر زين وممتاز، يعني بسوق المخضر هنا بوجود
أشكال محلات ملابس وتكرم شحاطات أشكال أشكال هنا بي كل شيء مواد غذائية كل شيء ممتاز يعني سوق بغدادية كل زين من كل المناطق يعني من الكرادة من الزيونة من الزعفرانية من العبيد من الكمالية هواي يجون يعني هواي يرتادون للسوق أي يعني شوية أسعارها مناسبة والعالم ترتاد تعرفوا هذا سوق الفقرة يعني تقريبا نقول يعني سوق الملابس هذا هنا ببغداد جي سوق السامرائي يعني كل المناطق تجي عليه كل شواء يعني الناس تجي بغداد جديدة سوق تجاري وبعض الناس تتبضع يعني حقيقة موجود اللي الأسواق اللي بيها القديمة سوق أبو الهيل هذا واحد من عتي أما أنت تجي على ناحية السينا وسلم قلت لك كل زمن بذاك الوقت لا إلها ومن أقوى من سوق الدورة سوق بغداد جديدة كان هو الماخذ الحزن الأكثر الدورة فهاي اللي بيها يعني اللي اعرفه انه جدي اول ما بدا هنا كان سنه 62 او 63 كان موجود بغداد جديده يعني سوق شعبي قديم هواي ناس توافد عليه بس انه مرات من المحافظات تجي ناس من المحافظات اكثر شيء مناطق بغداد تتوافد على سوق بغداد جديده المناطق القريبه تلقاهم تتوافد من قبل من زمان يعني انه المناطق القريبه شارع فلسطين الكراده زيونه المناطق اللي جوا الغدير العبيدي غير مناطق قدرت تتوافد على بغداد جديده يعني باستمرار مستمرين من دي يعني ذيك السنين لحد هسه مستمرين على نفس النمط ما متغير يعني مو مساله رخص او لا بس هي سوق قديم معروف انه تلقى كل شيء بيه اي شيء تحتاجه تلقى موجود هنا فدائما المناطق القريبه تجي نقول المركز بغداد جديده فرق عن باقي الأسواق اللي ما معروفة أو أسواق انفتحت جديدة هسه مثل بالشعب أو غيرها بالزعفرانية مو مثل سمعة بغداد جديدة أنه قديمة كلش يعني تقول من أقدم الأسواق اللي موجودة ببغداد هي Thank you.
يعني شو تريد ببالك موجود، ستار موجود، مخضر موجود، كوزمتيك، عطور، يعني اللي ببالك تلقاه بغداد جديدة. ومناطق وايد قاعد يجنة مثل المشتل، وعندك شارع المسبح، عندك بغداد جديدة، يعني واي يجونه. منطقة بغداد جديدة منطقة قديمة يعني، ويلتقي بها يعني هواي مناطق، عندك من جهة ديالة إلى جهة الزعفرانية، منها إلى جهة الزيونة، كل هالمناطق سابقا يلتقون بها وهسه هم يلتقون بها. والسوق يعتبر يعني تقريبا من الأسواق القديمة ببغداد، مو بس بغداد، يعني سوق كلش قديم، وكل شيء يريد المواطن يريد يجي كل شيء يلقى بيه. يعني يجي تجي مرة مثلا تتبضع يعني من الذهب للملابس للعطور للكماليات، كل شيء موجود بيه. يعني سوق تقدر تقول مثلا تاخذ حاجتك وتروح ما تتعب، واسعاره مناسبة، لانه اللي يشتغلون بيه يعني ناس طبقة متوسطة، محلاتهم هم زينة يعني، فالأسعار مالتهم هم مناسبة.
سوق بغداد جديدة قديم، يعني أنا من شريت ذبت ونولدت هنا، وهذا السوق موجود، السوق اللي هناك كان. هسه هاي استحدثت هاي الأسواق كبرت لأن الناس زادت نفوسها وزادت الأسواق، وهي لأن بغداد الجديدة أصلا مركز بغداد من ناحية التجارة من ناحية كرش، وعندها مكانات تراثية قديمة مثل سينما البيضاء، عنوان بغداد الجديدة إذا تسأل وين يودوك عليها. إيه وبها كل شيء موجود، كل شيء موجود من ناحية أسواق المخضر، أسواق الملابس، أسواق الكهربائيات، كل شيء موجود. I just stopped.